هذه مهدية ليك يا زين الدين العجمي من عند باباك الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي، معكم خوكم زينو مرشدي من الجزائر، من شلف بالتحديد. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير، نتمنى انكم تكونوا كلكم بصحة جيدة، مامسي المعنويات يكون نوعا ما متدهور، يعني الليفل تاع المعنويات يكون متدهور وماشي ثابت بسبب الامور اللي توقع في الحياة بحكمة من عند الله عز وجل. في بعض الاحيان الله عز وجل يختبر العباد تاعو، يختبر الانسان بمختلف الطرق، ومن هذه الطرق المشينة طريقة يعني انه يدي لك واحد من أحب وأعز الناس إليك. سنسأل الله عز وجل أن يرزق الصبر والسلوان لعائلة المفقود شاب عز الدين وكل أحبائه وكل أصدقائه اللي كانوا قراب منهم وحتى الناس اللي كان يدير فيهم الخير إكسيتيغا. نتمنوا الله عز وجل أنه يرزقكم، يعني ندعو الله عز وجل أنه يرزقكم الصبر ويرزقكم السلوان، وإن شاء الله يعني تكون هذا الموت والموت تاع شاب عز الدين عبرة لمن يعتبر، وما تبقاوش تخلوا تشوفوا هذا الموت يعني تجي وتروح وكأنها لم تأتي أبدا، يعني بقاو وتجروا متفكرين ومذكرين الموت لأنها قدرة تجي لكم، قدرة تجي لي، قدرة تجي لأي واحد فينا في أي وقت. والأجال علمها عند الله عز وجل، ما كاش لي على باله أجال الإنسان، ما كاش لي على باله متى راح يموت. سأدعو وتجروا شدوا في الله عز وجل وبقوا دائما متمسكين طريق الله عز وجل، مامسي تلاقوا بمشاكل، مامسي تلاقوا بمشاكل مادية، مشاكل مع الناس، مشاكل عائلية، الحل هو الله عز وجل، ماشي البلية وماشي طريق الحرام. وأي إنسان يشكك في كلام يقول أنت منافق إكسيتيرا، روحوا شوفوا في كل فيديو راني نديرو في قناتي، راني نعطي نصيحة للشباب ونصيحة لكاع الناس اللي تابعوني، والحمد لله حتى انا عندي جمهور اللي يبغيني يعني، وراني نسلكم رسالة ليكم ورسالة لكل جمهور شاب عز الدين، وكل انسان ضغط على هذا الفيديو بسبب صورة شاب عز الدين ولا اسم شاب عز الدين، ما عليكم اليوم الا ان تدعوا له بالرحمة والغفران، وان يرزقه الله عز وجل يعني الرحمة الواسعة، ويرزقه الله عز وجل سعة في القبر تاعه، ويرزقه يعني مد بصره يعني في الاتساع تاع القبر ان شاء الله يا ربي. وانتم عارفين ربي سبحانه شحال رحيم بعباده، رحيم لواحد الدرجة هو أنه قرنوه برحمة الوالدين، يعني قال شتو رحمة الوالدين بأبنائهم، الله عز وجل أرحم بعباده من رحمة الوالدين بأبنائهم. يعني انت في بعض الأحيان، هذه قلتها في قناتي في إحدى الفيديوهات راح نكررها، انت في بعض الأحيان يعني تقوم بخطأ اللي يخلي كاع الناس يجوا يهضروا عليك ويقولوا لك انت ويعاتبوك اكسيتيغا ويبغوا يضربوك اكسيتيغا، تجي الوالده تاعك ولا يجي الوالد تاعك يعني يحميك ويقول لهم ما تهضروش معاه، انا اللي نحاسبه، يديك يحاسبك بينك وبينه، قادر يحاسبك بعنف يعني قادر ما يرحمكش، وقادر يرحمك ويحاسبك بطريقه يعني رائعه. وهذه يعني ثقتي في الله عز وجل، انا في المنبر هذا ندعي واحد الدعاء ونتمنى انكم تدعوه لي، انا ندعو لكم، ندعي روحي وانتم ادعوه لنفوسكم ودعوه لي، يعني نتمنى انه يا رب ارحمني وما تعذبنيش لا في القبر ولا في الاخره، يا رب ارحمني وما تعذبنيش لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، كفر لي على ذنوبي يا ربي بطرق يعني انت يعني اعلم مني الله عز وجل، وانا ما انا الا العبد الذليل بين يديك الله، فانا بين يديك يعني ادعو هذا الدعاء والله عز وجل ما راحش يخيبكم. قولوا في كل سجدة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تأخذنا اليك الا وانت راض عنا، اللهم اجعل احسن اعمالنا خواتيمها، واللهم يا رب ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، يعني الله عز وجل راح يستجيب الدعاء إن شاء الله. ويا شباب اتقوا الله وتوبوا، يعني هذا الفيديو ما هو إلا عبرة، ما هو إلا يعني رسالة لكل من يحب شاب عز الدين. شاب عز الدين ما رش نهضروا باللي يعني دار الحرام اكسيتيغا وموسيقى حرام إلى آخره، نو 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 ما رش نهضروا، باسكو علاش؟ باسكو أنا مانيش عالم تاع الدين، أنا مانيش عالم تاع شريعة، وانت ما راكش حتى انت ما راكش يعني متأكد من معلومات اللي راك تقيسهم في التعليقات اكسيتيغا، وتروحوا تقولوا ما ترحموش عليه ما تدعوش اكسيت، نو 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 نو، انسان مات كان نفس الشيء يعني في موت كاع الناس انا اللي نعرفهم يعني مسلمين يقولوا لا اله الا الله ندعي لهم بالرحمه، باسكو علاش؟ باسكو انا مانيش عايش معاهم، ما نعرفهمش بيرسونيلمون، وميم سي نعرفهم بيرسونيلمون يعني ندعي لهم بالرحمه، باسكو علاش؟ باسكو يعني مسلم، انسان مسلم تدعي له بالرحمه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي كي يموت اليهودي، علاش يبكي كي يموت اليهودي؟ باسكو هرب له من يده ما قدرش يقنعوا بالاسلام ويدخلوا يعني الجنه وراح الجهنم، ولكن الله عز وجل ارحم الراحمين، حتى يعني
حتى نخلو كل شيء في الصورة، صفوا نياتكم، الإنسان راه ميت يعني توقفت أعماله خلاص، راه في مكان ما يحسدوا عليه حتى واحد، يعني راه بينه وبين المولى وملائكة، يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يعني لابد عليكم تعرفوا بلي هذاك الموقف راح نكونوا فيه كلنا مجموعين. لابد عليكم أنكم تذكروا كلامي، زينوا ماشدي قالنا في اليوم الفلاني أنه كلنا رايحين ندخلوا القبر وكلنا رايحين نتحاسبوا وكلنا رايحين نكونوا سواء في طريق إلى العذاب ولا في طريق إلى الرحمة وفي طريق إلى الجنة. يعني لابد أنكم تذكروا كلامي، يعني اللي حتى بعد ما مات شاب عز الدين باش بدا يسمع في التصريحات وباش يبدا يسمع بشهادات الناس على شاب عز الدين اكسيتيرا، لابد عليكم تعرفوا واحد الحاجة يا ناس، انتم تقولوا بلي الإنسان حتى يموت باش يبداو يذكروا في الأعمال الخيرية اللي دارها والأعمال الحسنة اللي دارها والأعمال الإيجابية اللي دارها. ما أنا نقول لكم حاجة، ممكن أنكم انتم بعاد على هذا يعني هذا الطابع الفني عاد على الانتوراج الفني تاع شاب عز الدين، ولكن احنا بما اننا عايشين في ولايه هذا الفنان المرحوم الله يرحمه، نعرفوا شاب عز الدين يجي يخدم افراح، يجي يخدم بعض الحفلات هنا وهناك اكسيتيرا، نسمعوا كلام عليه من احب الاحباء له ومن اقرب الاقرباء له، نعرفوا واش يسوى واش ما يسواش، نعرفوا واش يدير واش ما يديرش. شاب عز الدين بشهاده الناس ماشي بشهادتي انا، بشهاده الناس اللي قرب ليه قبل وفاته كانوا دائما ما يشهدوا فيه انه راجل، يعني راجل كي نقولوا راجل بالأنف والخشي، يعني راجل فوق الحد، راجل ما يخافش، خوفه الوحيد هو من الله عز وجل، يعني خاف أنه الله عز وجل ما يعطيلوش، يعني خاف أنه الله عز وجل يحاسبه على الأخطاء اللي دارهم في حياته. راحت الوالدة تاعو غنى عليها وتغنى بها في العديد من الأغاني، يعني الوالدة تاعو بقتلوا توجو الحرقة في أغانيه وتحس بها في كل أغانيه. أنا كانت عندي إكسبيريونس في الغربة، يعني كي تسمع شاب عز الدين والله تقول لك تسمع أنت الإستواغ تاعك، أقسم بالله العلي العظيم، شاب عز الدين هو صوت الإنسان الزوالي، دائما ما يدافع ويتكلم باسم الإنسان الزوالي، إنسان القليل في لهجة الجزائريين اللي عايشين في ولايه شلف، القليل والقلاليل، يعني الحمد لله اللي جينا من فئه القلاليل والغني هو الله عز وجل، وانتم عارفين هذا الشيء. شاب عز الدين قدم الكثير للاطفال اليتامى اللي يعرفهم واللي دار الخير ليهم، يعني هذا الخير الظاهر فقط، وانا متاكد انه انسان يكون بقلب شاب عز الدين يعني عطاء ويعني رجوله وشهامه راح يدير خير بينه وبين مولاه، على بالي بلي يكون عنده اعمال بينه وبين مولاه، وانا متاكد حتى المربيه تاعو ما تكونش عارفه واش دار الخير هذاك اللي بينه وبين مولاه، حتى اقرب الاقرباء ما يكونش عارف هذاك الخير اللي داره شاب عز الدين بينه وبين مولاه. لذلك لابد عليكم انكم تعرفوا هذه الحاجه يا ناس، انتم راكم عايشين حياتكم، حياتنا احنا اللي رانا عايشينها، ما نكذبوش على روحنا، عايشين رياء في رياء، احنا رانا عايشين باش ننجحوا باش ما يضحكوش علينا الناس، هذا رياء، عايشين باش نصلوا باش نتوبوا اكسيتيرا باش يشوفونا الناس رانا نصلوا، والله يعني الله اعلم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الرياء، رانيش نقول كل الناس ولكن يعني معظمنا في بعض الاحيان نتفادوا الرياء، ولكن في احيان اخرى في اغلب الاحيان تجر كلام الناس ونظره الناس تجر في عقولنا. لابد علينا ما نخموش هكا، ما نبقاوش هكا، لابد على كل انسان منكم، اي انسان راه يشوف الكلام تاعي ويعني دو هذا الرساله، دو بارطاجوها او ماكسيموم، نشروها في كل مكان، اي انسان راه يشاهد في كلامي اسمعني مليح، في كل مرة يكون عندك الخير، كل مرة يدخلك مصروف، كل مرة يكون عندك أي شيء تقدر تصدق به ولا تقدر تفرح به إنسان، هذاك الشيء اللي باغي ديرو يعني ديرو يعني ديرو، وعد نفسك أنه راح يكون بينك وبين نفسك، بينك وبين مولاك، والديك ما يسمعوا به، خوتك ما يسمعوا به، صحابك ما يسمعوا به، وحتى واحد ما يسمع به كي تموت والناس ما تبقاش عرفات هذا الخير اللي درتو، باسكو علاش؟ باسكو هذا الخير ممكن راح يكون سبب باش يدخلك الجنه، وعمرك ما تقول اني نروح ندخل الجنه باسكو ما نسبش، باسكو ما نصلي، باسكو نصوم، باسكو الله عز وجل هو اللي على باله علاش راح تدخل الجنه ماشي نتايا، وماشي الثقه تاعك هذيك اللي في نفسك راح تديك للجنه، وانما الله عز وجل عارف الاعمال اللي راح تدخلك الجنه، وعارف الاعمال اللي راح تسهل لك طريقك على الصراط، وعارف الاعمال اللي راح تدخلك للنار، سو الله عز وجل له الملك كله وله الحكم كله، ديروا ثقتكم في الله عز وجل، ديروا أعمال بينكم وبين الله عز وجل، أمنوا بوجود الله عز وجل، ما تتبعوش نظرات الناس، ما تتبعوش كلام الناس، ما تتبعوش الناس واش تقول. أنا واحد من الناس لو كان سمعت كلام الناس وسمعت واش راهم يقولوا كان توقفت من اليوتيوب من أول يوم، ولكن الحمد لله اليوم راه عندي 150 ألف مشترك في قناتي، هذا بفضل مجهودات وتاع
تعب، وعلى بالي بلي بزاف ناس يقولوا بلي انت التعب تاعك سهل يعني اكسيتيرا. الى سهل دير واش راني ندير انا، وصل 150 الف يعني هذه بين قوسين فقط. المهم في اخر الكلام بغيت برك نقول الله يرحم شاب عز الدين، ادعوا له بالرحمه والمغفره، عنده غاشي كبير. سو هذا الغاشي لو كان كل واحد يدعي له دعوه كل يوم في صلاته خمس مرات، عز الدين راح يكون يعني نتلاقاو به في جنات الخلد ان شاء الله يا رب، اذا ما كتبنا من اهل الجنه. وانا هذا ادعو الله عز وجل اليوم مساء ان نكون نحن كلنا من اهل الجنه، ونتلاقاو كلنا من اهل الجنه ان شاء الله، نتلاقاو كلنا في الجنه ان شاء الله، جنات الفردوس. وعائلة الشاب عز الدين ندعو لها بالصبر والسلوان، ما تخلوش عليها يا ناس، الناس اللي قادرين ما تخلوش على عائلة الشاب عز الدين، خلها اطفال صغار، خلها اطفال في سن البراءة، تهلاو فيهم والله يرزقكم الصبر والسلوان يا عائلة الشاب عز الدين. ويا احباء الشاب عز الدين الله يرزقكم الصبر والسلوان، وترحموا عليه وادعوا له بالرحمة والغفران. المهم كانت رسالتي خفيفة ظريفة، نتمنى انها تكون وصلتكم، انشروها في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.